مجلس الوزراء يستنكر إزالة خيام عاشوراء ويكلف لجنة تحقيق ويطالب بمحاكمة المتسببين ويؤكد احترامه لإقامة الشعائر بكل حرية. الكويت في عين العاصفة ابتداء من الغدوة حتى الخميس، وفيضان من الشائعات يسبق وصول الرعود. قادة الدول العربية والأفريقية يلتقون تحت المنخفض السوداني، والقمة ترفع منسوب التنمية، وبيان خاص حول فلسطين. هولندا يستبق المحادثات النووية ويتخذ من إسرائيل منصة لمهاجمة الاتفاق النووي مع إيران. الجيش السوري يتقدم على محاور حلب وحمص ودمشق ويحاصر جبال القلمون، وموسكو تنظم بروفا لمؤتمر جنيف. المزيد من التفاصيل تشاهدونها في نشرة 8:30.